أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه أوعز للحكومة الفلسطينية بإيجاد حلول سريعة للأزمة الاقتصادية، على الرغم أنه عز تفاقمها إلى الاحتلال الإسرائيلي، وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت عقب قراره بالذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة. نحن عندما نذهب الآن إلى مجلس إلى الجمعية العامة سنقدم أو سنحاول أن نقدم لأصدقائنا المشروع الذي بموجبه يتم التصويت على دخولنا كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وهذا سيكون إن شاء الله في 27 من هذا الشهر. وكشف عباس أنه يتعرض لضغوط أمريكية لثنيه عن التوجه للجمعية العامة، وتساءل لماذا لا تريدنا واشنطن أن نذهب إلى الأمم المتحدة؟